بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن الشرف النووي رحمه الله تعالى: النوع الحادي والعشرون الموضوع، ونوعي كويو لباتنات كمدة أنواع علوم الحديث كه عنقصة بسنية هي الموضوع موضوع وحلى يرى هذا، وهو موضوع المختلق الكذب المختلق وبين لصميسته والعبورتي المصنوع والصنعيسته والصميهي ومتكو راعي وحو قامتكم كوكا يعني الإمام عمر بن فتوح البيغوني: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك فذلك الموضوع. مكة المختلق هو عصاه وسكا برتوي المصنوع للصميستي، والشر الضعيف ضعيف بك هو الشر بدوي، حتى حديث الغمامة عابايو من باب اون دحقلك أو دحق عليهم بالغم العاب حديث موضوع الذي أفك حديث الصوم مرينه حديث ما أو أربعين وقف أصلا يستويان، وهو الشر الضعيف ضعيف كأو الشر بدنوي أو نحو فالحن، لأنه حوي الجريمة هي حد قذب على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نبي قال واحد قذبي ويانه ورونا دهن يوحونا سمينين يوحونا أقلان دوش لغا ساريوي مركا ديرنان قف او ديرنادو يفول حما قف او كو دقاقو كو او حما ويان قف او سمي وتحرم وحا حرام نقنيسا روايته، تحرم وحا حرام نقنيسا روايته اي روايته ايش الموضوع، رواية الموضوع با حرامة إن لو وريه مع العلم أغاشم عين اللوية به لأغي هاي بوضعه إما موضوع يهسق اللوية هاي إلا وري مبانان حرامي وافقا وصوم مريو في أي معنى كان معنى كستو كسغي هاي معنى الله معنى هذا بو. أما هكا هذا لو أحكام أما قصص هكا هذا لو أما ترغيبات يا ترهيبات هكا ورمو والله لو حكسب سيئة هي موضوع على موضوع عمر سيئة هيبة إن أفكر الصوم مريء إلا وري ما بنانا إلا مبينا إن لا عدينا يموين إن لا عدينا أيوه أو إلحي بعدين لا عدينا أيوه ولا وركز وور بينا ونبي لو بينه أنت حكجر ما ور موضوع أو حواها إن لا راعينا أيوه لا عدينا يموين إن لا وري ما بنانا سيدا حديثك إلا وري بي. ويعرف بركة صوت الذي دين هنا دو حويان إن للنقض تعاون على الإثم والعدوان واي تسأل الذي إن قفك بين لها بنتي سلسيفة فيه وذكر أي سي بالباليان أو أي سي مارتي شيخ 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 بلد دين لأنه حويان حمانتا قفك السميي يقفك فافيي وهو دليل سيدا خير كوقفك باللابي يوقفك سيفا في ايبا سنة حسنة اويه يعني كبيرك الدنبي ياساق اتقرن ايسو معصياء ايتهايو الدنبي ايتهايو بين ايتهاي وسيفا فين ايسو قيبتا وكل ايباتين قيبت قفكي وقيبت كله او حدا من اللي يراه هذا عيالها وصايشان هذا وحلو قد بيو ايه وراركا بينتا وريقا ايه وراركا بينتا الووري جنايو أقدارته أدون كذا وذا مرايو كوا كوكلا وسي قد بين كوكلا كوكلا وسي قد بين كوكلا وسي قد بيناي حاوي يدنا حاوي من كاس حمام بك كنيسة يدو حديث أنا حطينا هين لغيابه أو ورر كلايتا أما دعايد أما قف حلو الشيء غير الشيء غاي أما وعاصر دم بسوي ذا جلاي يدو أما بنانا لجيسي ورك بين تاب الله قريم وفيكم سمعون اللهم بلاي قارب لجيسي بعد وجر حمامته هي منافقين توحي فافين عيان كوا فافنا يا يا كوا كالكارا يا با انت لو حاول دبي بيكو جلايان
هدو وربنا أو نبي الله تيري ويهينا وبسوق لا يقول كي نبي صلى الله عليه وسلم حديث كسائها ويري من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين قفكي حديث هو أركينا بينتهي هذا نشي يقول نبي ساء يريدها لبضى قف بينت الشكت ميت كمدوي كيف بالله بينت إيا كان قسي ورنا لبضى بين على يالوي كاذبين إيا كاذبين لبضى والله لبضياي بين على ياشو كمدية ويعرف حالو قرتا الوضع الدجنت إيا بين إنو يهي وركا لدجيي وحالو قرتا بإقرار واضعه كي واضعها الدجيي وقرتبا والله سوى إن عضو لأنا سميي وقار كوتبا عدوي يرانا سميني ورك نوع عن وكلا سيما يسرى يموح بن نوح بن مريم ورب الشيخين بقرتين مركا أصلي بهدو قرت خلاص الإقرار أم البينات الإقرار أم البينات ويانو وهي عدينها وحبه ويوه إنو قفك وحق قرتبه ويرانا سمي خلاص مركا وحق وركا سقالك الودو غايا سيما سارة حوق بذن قاربا وعليهين هدو بين عليها وحبيبك النبي عليه السلام كوبا وانت وليها شاهد الشيء يسونا سيبان من نقان قرطة ايضا مركا لكي وحاوة يدو قفك قرطة كذبك يا بنتي ونبي كوبا وانت ومجاهر دم بيجيبه لجهر وانا قرطة ويغرف الوضع بإقرار واضعه والو قرطة او ما سمعنا إقراره انو قرطة وحلا معنا انو قرطة ستة سوان سمية وان قرطة مدها لكن ما يتنزل منزلة إقرار وحقر الشم من زلال الدقاء يويانو هذا الكيس تنقو السمين ايان وحن وقفك كوها ذلي وهو حق لي كهر مانا وهو حق وعيد الشريعة كهر مانا وهو حق الذي قدعيات كهر مانا نصوص معلوم من الدين بالضرورة هيد محوة عن شكل كنت تري وح كهر مانا وحوير نبقى سايري ما نبقى كرته إن القرآن كي حديث كهر مانا قدعيات كي وعيالها مارتي ليرا هذا معلوم من الدين إن اسكهر مانا ما نبقى كرته مركب معنى الإقرار أي كان يوصينا للميديا نعم أو مس قرينة قرينة أيوة تاي علامة في الراوي الراوي بدي ساعتي يا لو قرتين وقف كان حديث وقف شيء بين تاي قرينة في الراوي الراوي وحورنا أيوة أو المروي وحمروي إيه مارت اللي قبض كلا ورنا مروي ولا حديث كلا ورنا مروي ولا هذا قرينة حديث كراوي يسكون جرت أما مروي كجرت وحال ورنا يرفت كيس قرين لا قرتي إنه ورك ورنا بعين أما الراوي قرين الوار كي ويا وقرتي وي تحسن الحياة وقرتي كميتة هاي فقد وضعت وحال الدتشي وضعت حديث وحديث بال الدتشي يشهد بوضعها الدتشين تيدنا أو مخراتيك يا هاي وعضيرا يو حكاكة لفظها لفظي هذا أو آدي الضعيف ومعانيها ركاكة معانيها معاني ده يضعه ضعيفة جلعسن معناه هزيله قيمة عن لهين إيا اللفذي أنا هين بوحفة صاحبة عن كل جرين هدو كي ما له هذا الكو وحيا الله وقرتو كميدي هكاكدو سيادة وسيادة يستطيع غاروفة أمان معها يعني الركيب وعرق معها لو نجيه وواحد جلعسن وقيمة لهين وهزيلة ولا قيمة تحته لا طائلة تحته وحي ناوي يعني هذا الله النبي قبح الوية قاني فصاح الوية قاني النبي صلى الله عليه وسلم وحال سي جوامع الكريم بالسي وحال سي براغه وعن كو الرسول عليه الصلاه والسلام وصحابه كو لما ولا حتى قوس كاين وكف صحابنا عليه الصلاه والسلام بركه هره وحال غره لفظي لا غره لفظي لفظي نبي وهين معناه و خبرسان سيده كلو وحا كو جرتها ركاكا كو سغن هذا الكساكا مرينا ابراهيم بن الربيع الربيع بن قثيب ان للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه وظلمة كظلمة الليل تنكره وحولي حديثك افتين سيدا معلنت وكالاتك قرن يمجدي هلينك وكالاتك انكري ورك داري عليه السلام قفك داتك يقانا ممارسي اهل صناعة ليرادو اهل صناعة الحديثية داتك هو الفهم هي لفظ لفظ النبي صلى الله عليه وسلم نعم ابن الجوزي وقال الحديث المنكر يقشعر له جلد يقشعر له جلد الطالب للعلم حديث المنكر كا قفك طالب علم جلكي ساكا قبرنا عياريا وينفر منه قلبه في الغالب قلبه سرى وكعرب يا سيدة غالبك وكدنا يا دي بقى نفي لنا وحن أيوريه نعم
ركاكة لفظها ومعانيها بالوغرتها وعيها وفهم كميدة. نعم قرينا او مروي حديد كمتك ورينا ايو اما محوها وركل اما نورا هين الوغرتها يدو روي بلانتهاي. نعم وحاكميدة اين وقف كان وكور رمى حديث بوحن بارسية وكشيكينا نبغو تيرنايا وحنقصبون على الافراد الشديد بالوعيد على الامر الصغير وحيرا سقايرتا كاميرا دروب سقايرتا كاميرا يا وحالة صعدة او لبقو دي عذاب درم يا لحنط يا غضب يا لسكوجي دروب سلو سقايري كبائر بلاد كبائرتو كبائرتا ولا تلعنط دا يا قبر كا يا نار تقليتان كيدي خلود كيدي لا ينظر الله ولا زكي ولا اربعة صدن لكن دمي صغيرة وحا صدن لبقو دي حقا ما يساين وكاسي هاي ورا انجرين وموضوعة وان صحي هاي. نعم آه كبيرة إنه راوي حديث الوراء الرافدي هاي الشيعة هدنا وفضائل أهل البيت إيه وحاس وكها الله سأل معاه للسنة يا كور ما أهل البيت كه سيدي سحب هذا ور ما حديث غير أورية منزل صحه إفراد يا تفريد منا عليه الندشية أو صح أو سنة كذي حديث كذي دليل ولا واضح تاعي لكن هذا ما قرأت هذا ما قشوا أهل البيت كأمان تذي على الله أمانة أو ده الواحد قد بقى مبالغ وسمايو وركا سغا قفكا ورينا ين او شيعي هي ور مخو موضوع عين هي ايا لو خمبارايا واخا كجيرين. نعم طيب ايا لا واخا واخا كميدا جلال الدين السيود او شيغا يرحمه الله امثله لو غرتو راوي انه موضوع هي او دجيه قرينه لو غرتو مركو كان لا يوصل ريا ما سنده الحاكم عن صيف ابن عمر التميمي وعليه كنت عند سعد بن ظريف اي نجو فجاء ابنه من الكتاب يبكي يعني واحد مركبا قرينا الكتب سيزين بنتها واحد مركبا ابو ريبا قال يبدا عليه مركبا قف يقول حديث دو صار مركو عليه وحنك جو سعد ابن ظريف ويقولوا دريبا كي من دكسي القران دكسي القران كي من الكتاب تو كي يمد سو اي علمي يرى ما قصوا حي معك وده قويسية وحي ضربني المعلم معلم كذا يقرأ عبير ما قصوا حي الله يخزينهم اليوم ما أنت ودلينا يا وحمارة وحدوش كصاري أي اللي دلوبان حدثني عكرمة عن من عباس مرفوعة ما كيف حديث بده شيء سربوا بالعربة معلموا سبياركم شراركم أقلهم رحمة لليتيم وأعظمهم على المسكين معلمو سبيانكم عرمتي نكوة وحبارة شرار كوة وشر بلان ويان أقلهم رحمة لليتيم أو أنت ومن حريستان يكون حريزير يهين وأقلهم على المسكين مسكين كانوا يكون أبن يهين حديث مركب ودى تشيب. نعم ميت كلانا وحالي ليه المأمون بن أحمد الهروي اللي يرى هذا يا الله يبوده دواء وحال جيرجل التعصب المذهب واحد يرى هذا مذاهبته أبو حنفية مالكية شافعية حنابلة مربى أبو حيقة أبو هيرة لسلحانة وقبلها لك القرسانين ومد قلتك كتب كتب التكان وسنجرين حتى مسجد الحرام أفر إمام بالهنجري أفر إمام إمام والبابا حنفي الله يصلي خلف مالكي وكذلك المالكي وكذلك شافعي قالوا أبو مركز قرب أبو إمام كي جماعة إذا سنسا مركز حد آدي هذا قلب سمي قادة تعصبك مذاهب تقصها بسم مركب مأمون بن أحمد الهروي إنه حنفي هاري يا مقتوحا يا وحاليري ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان شافعي هي خراسان سير وغرى عي ماذا بكيسي مركز وحي حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس بن مرفوعا يكون في أمتي عبد النبي وحي المرفوع هذا مغش نبغو ترنايا يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس هو أضر على أمتي من إبليس أشد ضررا على أمتي من إبليس بير أمد إذا من محمد بن إدريس لها إيمان دوره إبليس كان بضن أنا وحقوه هذا الإمام الشافع رحمه الله تعالى أبو حنيفة هو معنا وحوج النبي غير سراج أمتي وكو حاسو كلا يقول زعبلات كاه إنو حاسو كلا أيلا كتوسا ويان إنو وحوك الجيرين أغلق يبو كهري ماضي ابن الجوزي لو حسين من طريق عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابي عن جدي مرفوعا وموضوعات بلا ابن الجوزي وحوليه ان سفيره نوح ضافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين نبي نوح دونتيسي
dadka lagu badbaadiyay ilaahay uu amray ayaa kacbada toddoba jeer intay dhawaaftay maqaam ibraahim laba racdood ku tukatay hada yunaafi alcaql wax jamaadaad oo hooska gegeen oo aan waxba aan cibaado iyo daacad midna baa lagu adoonsaday inuu salaad buu tukan oo kacbadu dhawaafi la dhaho waxaas xoolaha caqliga ka horeban bay ka mid tahay ayib waqad akara jaamicu lmawduucaat waqad akara wuxuu badiyey jaamicu lmawduucaat mawduucaadka kii jamciyey kitaabka mawduucaadka la yihaahda sheekhii jamciyey fii naxwi mujalladayn laba mujallad wax dhan ama u dhow ama lamid ah ayuu aruuriyuu maaragtay ku badiyey mawduucaad buu ku badiyey waqad akara wuxuu badiyey jaamicu lmawduucaat fii naxwi mujalladayn laba mujallad buu yuu ku badiyey mawduucaadkii iyo dadkii mawduucaadka ku sheegsheegay acni waxaan ula jeedaa abaalfaraj ibnu ljawzi ahaa cabdiraxmaan bin abi alxasan alqurashi التيمي البكري ينسب إلى محمد بن أبي بكر الصديق كاس ابن الجوزي اللي أبو بكر الصديق بس الكيسي يكاثر صدا يكاثر صدا صار صاحب التيمي البكري بيدان التيمي اللي نقوله أبو بكر قوس كيسي التيمي الديشري البكري نسبة إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيدنا كي صاحب المنظومة الماوردية غير أن يحمد الله على نصب ابن أبي بكر اتصل لي تركنا طيب وقد اكثر جامع الموضوعات وحب ذي في نحو مجلدين لما مجلد وحمارة اللمير عم ادو ايو كب ذي الموضوعات كانوا كل شيء اعني وحاوجة الفرد ابن جوزي كتاب كيسي كتاب كيسي على الموضوعات بلدها على الموضوعات من الحديث المرفوعات ما لحس وليه كتاب الموضوعات اللي هذا فذكر وحوشة كثيرا وحف ربضان مما لا دليل على وضعه وحبضان وان دليل له انه موضوعي هاي بل هو ضعيف ضعيف اما ضعيف حتى انا هين ايوه شو كان قال ان موضوع جارسي سنين الى ضعيف كو مراتب موضوع هو وسق ور كره او ضعيف اما حتى ان ضعيف هين بو كتاب كيسه كو سو اروريه بو لهي مره هلكا خوغو تساهل تساهل في ذكر الوضع حي دهان فيه من الضرر انه يظن ما ليس بموضوع موضوعا عكس الضرر بمستدرك الحاكم فانه يظن ما ليس بصحيح صحيحا حاكم نيسابوري وحن صحيح موحودها صحيح أصورنا وحن موضوع موحودها موضوع بودها كحديث ربنا بسوري وحيالا لياب كلا أدرنا وحاكمي ذا إن حديث في صحيح مسلم كسوغان وكما قال أويري وموضوع حديث كأبي هريرة رضي الله عنه من رواية عبد الله بن رافع إن طالب بك مدة أو شك أن ترى قوما يقضون في سقط الله ويروحون في لعنته في أيديه مثل أذناب البقر حديث كأبي هريرة مسلم كسوغان يا وعيري مجوزي في موضوعات حقوق رأي وموضوع بويري موضوع بويري أحمد بن حنبل سينا مسلد كيسة سينا حديث ربضان وفرتمية أبو كشيين موضوعيين حافظ بن حجر رحمه الله كتابه اللي فعل قوله المسدد في الذب عن المسند يعني دوري فرتموي ما فرتموي دوري أفري لبعتم من أسوي أسوي طيب سورة كي وكجيرة مثلا جامع الترمذي أفرت لسد حديث بكودري أو تلميذ أقرأ أو لقيا موضوع عن جارسيزمين أيوه حوير وموضوع سورة النساء حديث بكودري ابن ماجه لحية طبعا حديث بكودري أبو داود الحديثة أيوه كودري حتى بخاري طريقة حماد بن شاكر بريه من حديث ابن عمر أصير موضوع بكودري مركال جلال دون السيود وحكاس أبيات فربضان بطيرنا يا وليه رماس أنكوكس وخلاسي وكتابا كقري طيب والواضعون أقسام والواضعون كوا واضعين تهدجية إيه حديث موضوع عليه بنت أنا بكبر أن تهدجية أقسام قيروي مرك لقاه الله واحد كحم باري ما ها كحم باري إيه بنت أنا بكبر أن تانا وكحم باري مرك لقاه الله يو قيروي قيس سمان أعظمهم ضررا كوا أو ضرر بدن أو ضد بدن وحوي قوم ضد ينصبون الله نسبة إلى الزهد قوم ينصبون إلى الزهد تزودي يوم وها عباده يطاعي أدون كأنه يكذ زاهدين أو آخره كدة بعلان لا نسبيه وضدك عامد وأد يا أد احترامان وقول كوضي في إن كوضي كدة بعلان ضدك عسا كمير ضدك بنته دتشي نبي عليه السلام كدة نونته وضعوه ويد دتشي حديث تاسي حسبة أجرادين أجرادين ما دتشين وعبادتي يطاعي لا يقول وأنا يروح كدة رمبا إن النبي كدة نونته في زعمهم الباطل زعمي وضع بنتا سيئوا إسلاميين أجل باتكوه رئيسان أي أدتشيين فقبلت موضوعاتهم
موضوعات كودي با لا اقبلي ثقة بهم كالسورة الوقبة انك هو شيخ فلان وهبل وك عباده بدل ما كم ساي كفدي وك سنه تمر كنت كره وك كم وقت افرتي عباده يا ضاحدي مركا ددك با كو كلسونان ور الله وك شهده وا لا قادن صدرت كو كل شكي يور نغه بارا با ديلها لكن ايغي وا كو ونو زود با كم موقده ولذلك يحيى القطان وحليه ما رايت الكذب في احد اكثر من منه في من ينسب الى الخير رواه الصالحين ضد بنت اوغبا امارتي كغبل ماركن بويري dadka khayrka loo nisbeeyo dadka khayrka loo nisbeeyo oo qofka baahirkiisa iyo shakhsiyadkiisa inaadan inta badan aadan tacwiilinin la yu awal ala ashkaali naasi wa dawaahirihim muqaalka kore aad ha u gadsoomin ilaa qofkan aad xaqiijiso cadaaladiisa muxuu ahaa dayaanadiisa umuurihiisa aad fiiriso oo tajribo iyo ka qaado ha kula boodin wallahi hebel waxa weeye bidhaantiisaan arkayo waa nin fiican oo qof fiicna dhihin balay salafku way iska ilaalin jireen dadka تخشوا أي تواضع أي موجية لقيا أبو خفايات كوضية وحيالها قلاش ولا دمبي إنا إنا وحص لوح بكجرين وحيا الإياء كتها إنا دتك أي وحكم بعضان وآد بأغد جيشرين آد بس كي إلى الجرين عالم الإرهاب الإمام القيم الجوزية كتاب ولا إلى الإرهاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية وحل الإرهاب علم الفراسة أي آد ظهر الله علماء يسلف كي آد استعمال الجرين سيد إياس بن معاوية القاضي أوكالي markaan zudi iyo cibaado iyo muujisan jiray oo aad iyo aad marad u muujin jiray ayaa nin kale inta xoolo ka qaatay deynab uu hadana diido yiri in kale waxba kaama qaadin ninkii madaxda meesha ka habuu tagu wuxuu yiri ninkaas inta waxba qaadin hadana ii gambiyay oo in kale ba inaa arrey masaasa balikaadi waraaniga kiiba uu yeeray wuxuu yiri madaxda uu yeeray ninkii madaxda uu yeeray waxaan rabnaa xogow xoolo ahoo muslimiintu ay leedahay yaa hadaan fiiriyay waxaan ku aaminnaa aan weydiin maan adiga inaan ammaano wax kugu dhaama aan jirin baan aragnay xolaasan kuwa aamin rabnaa buu yiri waa isa khushuuciya meelo deysida oo dad kale iyo maageysida waxbuu yiri oo maya wuxuu wacdi kuu dhaama leh bal berri aan isku imaano kiibuu yar wuxuu yii or hadda u tag uu tagay wuxuu yidhi waxaga isii xatiraabi haddaa isii waayo amiirkan aadi waroo adina oo isii war kuma siraayo socdiyo gora wax kaa qaaday bas waayo amiirkan aadi buu yiri amiirkiina kiis baa u yahay orr baa u taallo waaba meeshaasaaba la gaarsiiyo in la aaminay markaasuu dhabsiiyo wuxuu yiri waraa uxaadi qabso ايوه وحده قبسبير خلاص كي يود مدوي يا بابا شقد الراسن هي واحد لو دبر ربو سؤال يوان كفهني اصغر ماشي يكون فضي حوي سيد انت بدل ما قفك الهي رحمته سبحانه وتعالى يا حلمي سي دوقات كي سي ستري سو من اسمائه ستير ايا كميدا marka kowaad marka labaad waxa ma dhacdo inta badan inuu fadhi xogo ma dhacdo marka uu ku noqnoqdo ku noqnoqdo ku noqnoqdo marka damooda marka saadeena iyo wuxuu noqonayaa mujaahar oo marada laga qaadaa marka ninkaas agaha meeshii ku fadhiixoobay laana wax badan buu isbuusi jiray oo laba waji ku shaqaysan jiray dayib marka dadka wadaaciinta ah ee daahirkoodana muuqaalka zuhdigaa leh hoosna xumaan iyo dhibaato ka wata dadka ayaga in aad liskaga ilaaliyo ayaa iyadana maarata ku jirta meesha nacam dayib qaamuu yunsabuuna ila zuhdi wadaacuuhu dejiyey xadiidkii حسبة احتسابا وأجرا من إلهي كحسابا أيام في زعم وإيه سيدة كل شيء أيام الفاسد كي فقدرت موضوعاتهم على أقبل ثقة بهم كالسورين الوقبة مركا ورك إنساسا هاي دادكو إنت بدن أي أم لينا يغفي عن حدا لكن هاو ما ليان إنا دادكو كل حقرين كراني بانان كالله صور دي دادكا علماء هي جهاب لدى إيه اللي حديث كي اللي نقدقى دادكا إيه كقر سوران ما يسو إلهي بس سبحانه وتعالى كو إلهي ولذلك عبد الله المبارك بقى وحالقو يري هذه الاحاديث المصنوعه احاديث المصنوعه بقى اي موضوعه بقى سيد يري سان باليري ما كان سوو يري تعيش لها الجهابده وحاقول نول دتك جهابده الهي ودين دان كحفديي ما كان سوو خو اخري قوله تعالى انا نحن نزلنا ذكرى وانا له لحافظون انا لا سوو دجين ذكرى انا غانا حفظينا ما كان حفظي الهي القران كو بلن قاده وحاضبنا لا سوتها سنتي لان سنتي هي المبينه لمجبل القرآن بعد يسايو أيضاً وحاويان ووحيي لبادوي طيب لا عجيب وما شكو سيرونا يا جلال الدين السيود حليا يا غلام خليل يتزهد ويهجر شواهوات شهوات الدنيا وغلقت أسواق بغداد لموتي ومع ذلك كان يضع الحديث نعم هو عبادة بنا وضع عبادة أنا مركو لنتين بغداد ونسوق يضبع الحري قبورتي سالس كنت حق قبورتي على ولاد يا جنازتي
مع ذلك حديث دجين جرى بين بو كشي جرى النبي عليه السلام. نعم غريب ويان. نعم وجوزت الكرامية لمن لا يرى هذا كرامية وحيبا ما يستطيع الوضع الدجينتا حديث بينتا للدجية في الترغيب وحي خير يواناد لسكو جعله يسينا يو يو الترغيب وحي لسكو عبسي قلينا يو حمان يو معاسي يساس وكالبك لعبسي قلينا يو والله مرينا ينددك كل عيد أحد يبنوا دجين وحا ترغيباتك وحا وحن كسر وحا سهيلة وحا سهلة وحا سهلة وحا سكويلي ترغيباتك وحا وحا من كسر وحا سكودعا وحا سكودعا لمن كان كرامية اللي يراه محمد بن كرام السجستاني اللي يراه هذا أي أنس بالشيكتان وفرقة مبتدعة والله مبتدعة وفرقة ضالة كاملة أي يا هايين وقال ترغيب وترهيب أحكام وكست عبادين تينا كاملة ما اللي أقل يهي وضع الحديث مجرته لما أقوله ما اللي أقل يهي مجرته. نعم أيضا يشدين من كذب عليه متعمدا ليضل به الناس حديث كاس وكي متواتر كاب حتى وعسكو دايان إنا قيبته هذه أي كجا الشرام ونبي عليه السلام من كذب عليه متعمدا ليضل به الناس بير رعيين كذب عليه متعمدا فريق تم عاد من النار بحديث متواتر كاب ليضل به الناس أذكى إنه بعض يدرتر إنك يقول بينه أنت زيادة سوى حويان وزيادة أنجرنا بير رعيين دفتك هذا حديث حتى يجرتنا معنى يذو حويان ولا من العاقبة لأنها لا تأتي إلا ضلال. من كذب عليه متعبدا ليضل به الناس ذاتك إنه كبه هذه ونتيجة كذا لنا إساء بنت نبي الغب صلى الله عليه وآله وسلم كو عيبه من كذب عليه والنبي يريه يعني إنك يقول بينه أنت نحن لا نكذب عليه وإنما نكذب له لا عليه دين تدفاع لي يا سيد أنتي مصلحة دين تيسيب مان أبين شيء ناية أسألة دباتكم النهين أي قارة بهين إيا وحي الله مضوه بينه لفظا ومعنا أي بينك الشيئين حديث تعيضا وجوزت الكرامة الوضع في ترغيب ترهيب وهو خلاف إجماع المسلمين مسلمين تإجماع أوضو خلاف سنة يوحى أي شيئين شبه هذا أي الله مالين وخلاف إجماع المسلمين الذين مسلمين تي إجماعي يعتد بهم اعتماد الاعتماد ولا عسكر إجماع هذا أنا ما أقول من هذا إجماع هذا العسكر أي وحصوا خلافين أي أدنى شوب الله ما تجنكره بل قارقود مبارك الله ماذا محمد الجويني إمام الحرمين أسوي حجز مية بتكفير واضع الحديث قف كحديث النبي كبر أنت عليه السلام إنه قال يهاي إنك استوى الكيس وكدي ذا ويرمى جارسيسنا لكن هذا بنا يستوى حلا شذا هذا حلا شذا وحاول يلا شك أنه يؤدي ذلك أنا كاني جارسينيس وهو خلاف إجماع المسلمين الذين اعتدوا بهم وضعت الزنادقة زنادقة وقال مسلمين تكون حجرته وهذا ندى سائس يبان وما ذكى قال كفي ذنيسة جملا أيد تشيين جملوين يمحوها هذا الله بينا أيد تشيين. نعم وضعت الزنادقة جملا حديث بينا هو أي دين تدتك أي مارتك كشك كبقلين أيان وما ذا إسلام كأي كفة سهدين أيان او بركي اي شيغان دينا دين فدك باي كشكين ايام وحاسدك كسيد حدا يوم نبي سايري فبير وحا عدى جهابلة الحديث حديث كعلماء سوى وينات با عدى امرها ورركاسي اي زناد دقل وصود حقريان اسلام كا جهابلة الحديث فدك علماء هاي قناة بنا اهل النقد والاطلاعها امرها با عدى ولله الحمد مهد الهي با اسكاله اي والله الهي با حمد يا مهد اسكاله سبحانه وتعالى يعني دتك ايها دسائستا اي دمعين ان اسلامك كدو بيان يا الهي دتك اصو صاري همي قوضا يا سوجود قوضا يا مسكح دوضا يا مرق قوضا اسكو قي دفاع سنة النبي صلى الله عليه وسلم نبي سنة دي سنة دفاعان الى عريان الى المركز دمب اي رايحة ايو معوها ببن كبا اي كو قرطان وحي نبي عليه السلام وكسو نبي وحن كسو نين اي كو كلا صاران دتك اصو مركز صبحي حديدا بنين الى اجارين الى افر التمن كنبا قركوت العقيدي وسوء ورنا إياه وإنه ما رتي روى العقيلة بسرد إلى حماد بن زيد وكله إلى فريق طبعا كن وحديث عبد الكريم بن أبي العوجاء وكمن عددك وحاس زنادقة إسلام كما رتي قصوا لحد دري طيب وحاكم إذا قيب كوا وحايا هن زهاد كوا كلنا وحايا زنادقة كوا كلا وحاد يرتع حديث تدشينا إياه لانتسار مذهبهم مذهب كوا ناس ربعين حجيان خضابية دي الرافضة دي أيها كميرة غرب منهم كذا ربعين حجيان يكون دفاع عن حديث بينه ونبغى سائر سوى كذا الواقع تومنهم كذا حجيو قرأوا حوالين متزلفين بالإرادة
madaxda iyo umaradaas ay u mujaamaleeyaan raali geliyaan oo ay markaa waxa la waxay rabaan u dhahaano xadiis baan adeena walaal lagu amaanayo ama maarta waxay sameynayaan lagu xoojinayo ayay dajinayaan sidii dhacday nin la yiraahdo Qiyaas bin Ibrahim ayaa wuxuu u soo galay nin la yiraahdo Al-Mahdi oo ay madi wuxuu ahaa umaradii Cabdul Cabaas ka mid ahaa markaas oo shimbir ama qoolay haysta ayuu u yimid markaas wuxuu dabcan yahay qoolaydan inay la haysan karo oo fiican tahay oo waliba nabiga ay ka sugnaatayba markaas xadiiska soo deliyay laa sabqa ilaa fi naslin aw khufin aw xaafirin inta xadiiska saxda ah buuha laa sabqa wax lagu tartami karo oo lagu ciyaaro ama muxuu ahaa tartam loola jeedo hadhow in jihaadka iyo diinta koryeelideeda iyo lagu gaaro ilaa fi naslin nasliga waa leebta iyo waxyaalaha ayaana yiraahdaa khufkuna waa waxaa soo galaya geela iyo ciyaalahaas oo khufka soo galaya waa lagu tartami karaa si hadhow lagu jihaado oo orodka nabigaaba ku orotamay calayhi salaatu wasalaam meeshiisa cadbay ahayd ilaa markii dambe nin carabi ah qurba ciise uu ka orod badiyey xaafirkuna waa wax qoob kale oo sida fardaha iyo biqaasha iyo baqalaha iyo kuwa weeyaan markaas wuxuu ku daray ow janaax ow janaax ama wax garab leh qoolaydaasuu marka ku wadaa Mahdi hadda dadkii madaxda ahay hore dad culimaa ah oo cilmi garan oo diinta yaqaana ahaayeen wuxuu yiri markaa warkiisi wuu fahmay ciyaartan u ciyaaray inuu rabay inuu xayeysiiyo oo uu uga dhigo wax saxa tanu markaas uu yiri wuxuu amray in la gowraco wuxuu yiri gowraca qowleyda hala gowraco waa qowleydii qowleyda buunbuuninaysa waaba gowracaynaa buu yiri markaa isagiina xoolihii waxa lagu siiyu lahaa wuxuu yiri soco hadduu dhaqaaqayn wuxuu ashhadu anna qafaaka qafaa kadaab akale luquntaada ama qadaadkaada waa qadaad beenaale ayuu yiri xaakim baa soo isnaadiyey sida uu jalaaluddiin saxiixinallah ku sheegay meesha waxaa ka mid a kuwa markaa irsaaqad iyo kasab iyo xoolaad ka heshaan lahoo waa allaala wuxuu ninkaa madaxdaa dhahaa u qosliyo oo ammaani oo kada dhihi oo maxaa markaa arrimahaasi iyadana way dhacdaa وربما أسند الواضع ربما وحاد على أسند الواضع متك واضع هدشنا يا بنتا إنو تيري هذا الكرو دشنا يا كلاما هذا لنفسي أسيا نفتي سأ أسند إنو سند أسمى يا بعضا الواضع كلاما إنو سند أسمى يا لنفسي أسيا وليه هذا أسيا وليه وحوه رجرين من دوسمى يسدو يحوليه هاي سند كاسو كل يمير ونبغى سايير بودايا أو مثل كلاما لبعض الحكماء هذا الحكماء دي ذاتك حكمة لها ما أطبرها ما حكمة بدنا ذاتك هذا لا يكون هذلين أي حديثنا بكدقي سيدي ماركا المعدة بيت الداء والحمية حمية الرأس الداء الدواء يعني علاش هو بيت الداء علاش عذر ربنا قولي دي سوى حوالي علاش هو حمية هي اسكيلة لانتا وعذر ربنا اسكيلة لانا ومكا ربكا هرتك توحي كيني كان حنونك اسكيلة لسوى تحدرتنا رأس الدواء داود ما دحيد وي هذا الكاس بركا هذا الاصل لما ها وور موضوعا او لو نسبه يدد ادبا كاميرا دقاتيرتي كاميرا سيده الحارث بن كلدة طبيب العرب نيكل دي جرو كره ايا لو نسبه يا مركا وها سو كلو حديث لو دجيو ايا مركا كاميرا طيب مركا قاركود وربما وقع في شبه الوضع بغير قصد بكره وربما وحا دعدا وقع انو دحو في شبه الوضع وهو وضع يدجين شبهه بغير قصد لكن واضعه ولو قصد قفك دجينه ولو قصدين حديث بين شيخ تدنوي كوبا يموت اسمه لهين لكن مغفل ويان غفل اقو دحداي غفله الصالحين ما كو دحداي اسبوا الحديث كان كوبا يموت بان لهين ور ور حبسنين امبو لبوله سند ومقلي امبو وركي كدنبه لا شيخ دبد او غليي وا سيده كدحداي نين لا يراهو ثابت بن موسى الزاهد ثابت بن موسى الزاهد ركاس وكلوي وحوصو قال ثابت كاسي شريك ابن عبد الله حلقة ولي هاي وحرت فرنضاء علم واليارين جري ولا قرن جري مركو أدت كي بطانا مبلغ بعد السبعين جري مبلغ أساسي جارسين جري ولا قرن جري إلا كتب تر إيا طبعا عادا إيا وحن فرنا بدن نعمة مجرين مركاس وعليل لها وأتكا وحبا أتكا بين علم يهم يلوا قبيه دلالك لو قد حين مركاس وبدنا مر الله لمركي أي سهلناتي wasaaishi waxbarashada iyo cilmiga iyo kutubtii himigiiba hoos u sii dhacay dayib cilmiga markii la xifdin jiray la qori jirin ayuu ugu fiicnaa oo xifdin badnaa ugu dadaal badnaa markii gacanta lagu qori jiray qoraal gacan uu marayeen ayaduna waxay ka haysaysay way dhaantay kuwa kale dhaantay markii la sameeyay dabaaco iyo madbacado iyo maktabad la sameeyayna ayaduna hoos u sii dhacay markii la helay
مكتبة شاملة هي إلكترونيات كان هي كمبيوترات كان هي إنترنت يا ذا إيو وحن هم رنت كلنا فتصور هذا أنا يانا صوت ده رأي لك غفك بران لها تحقيقين لها حفظين لها ده كبارسين لها أوي هم يجي بعد على واحد مسك شيكا مسك حنجروجة أي إسكان نقاطي كم أنا مربع أنت قصام مرادن وحبا كأوين وحبا أنا كفهمين وهذا دين ودي محل يري محل قفسي واحد كشيء ماله بركة يبي نقاطي هم يجي هاسموس يدعي مركا علمي ولا قري جري منك بركة ثابت اللي يراه ابن موسى الزاهد شريك موسى قال ابن عبد الله وحيه ويرنا يرضي مركز سنة بالله وحيه حدثنا لا عمش سليمان عن أبي سفيان وعبد الله بن نافع عن جابر بن عبد الله جابر سنة كان كما كم مرة قال وحيه جابر بيري قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ده دوي حد اللي يرنا وين كسكس الله شيء مرته كسكس الله شيء ويسير الله قرته قال الرسول سنة كي يا جابر قال الرسول الله بكو تاريه أرضدنا قرآن عيام يوسكت انتوا مسليكت والمستملي كو يرسل انا قرطان درتد ايو شيخ اموس شريكها ارقا ننكر صعبة ننكر الى ثابت لير هذا ابن موسى الزاهد يا حلقاني مركا لسو كوسدي حديد كي سنة كي سنة ومقلعي الى الرسول كي نسلف كوبا معظنا ومقلعي شيخ شريكا انتو ساو في ريانينكي يوحير من كثر سلاته بالليل حسن وجوه بالنهار هذا الاسلق اولجي ايوي نسك الزاهد عبادة بدن وضع عبادة صلاة الله بدن اسك افتيما يجيس او اي كان موقت علامة محوها العبادة اي كان موقت ايوها مركا هذا الكاس اي شريك نينك اسلا كله اي هاي نينك اي سلاة دي سبرة تهبينك وجيس معنى انتي ولاك سلاة نورا افتيما مركا او بقيها ومراتكيها او ثابت او ثابت بن موسى الزاهد سنة كيبا ما قال الرسول الله تاقنا إذا وركب وقوها من الشريك ومن كثر الصلاة بالليل حسن وجه بالنهار سنة دي مطرب اسكا قادة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدول غاقية وركب وسيد دايي وحيري حديد كاسي سنة كاسي من رواية محوى الشريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن ضلحة عن جابر بن عبد الله قال قال رسول من كثر الصلاة بالليل حسن وجه بالنهار سنة الوقت ما رأيوه ما يهن ور النبي ما يهن حديدكو سنة كاملكو السعودية مطربي سيحون نغضي يعقد الشيطان على قافية رأس حدكم صاصوها سنة كاملكو halkaas ku markii dambe ayaa la qoray ee asagoo markaa warkii la soo koosay markaa waa wadci iyo dajin oo u qasti ah ugu tala galin kuma la tala galin oo ma fiirsanin bay boo min al mawduu mawduu waxa kamida al hadith al marwi wa hadith kan laga wariyay aan ubay ibn ka'ab laga wariyay kuna saabsan fi fadl al quraan quraanka fadligiisa suratan sura quraanka fadligiisa surat ka surat ba hada ka soo bilow ila barbinas يا سورد والبابا فلغاسي فلغاسي لها لانك آخر وحاسو كوية لها ايه لدجيه ارباسا كاميرا ونللي راو محوها سامورايو نوح بن مريم رقاسو نبا والوية قانين وحاسي اي سمايان اي سمايان والوية قاني ومكي اللي ويدير اي عدين او ايدهين وحانا رقني او حاني ففقي يسي محمد بن حسن سيرد يسيو ذاتك كسو اللي حيني ناي قرآن كيبا ذاتك يكل احدين القرآن كده كسو جديد ناي بكله هزوجلي نعم عبرك واحد جرما وقد أخدع من ذكره من المفسرين وقد أخدع وحاجة في أو خلط كل حي من قف ذكره الشيء حديثا موضوع عرب من المفسرين كمدة في تفاسير كل شيء المفسرين هو تفاسير تود الله أخريه أي كتب تود تفاسير تها وحا إبيي ورر موضوع هذا أو أسرة موضوع إيه رأينا يانو أي بنك كسر قاتين عمر مريم بن ميسرية كسر قاتين نوح الجامع بالبيجري وهذا جمع كل شيء إلا صدقة وأول بوجود جمعية واحد روم كائن أيالير جمع كل شيء إلا صدق ونقاس الكتب تذا كقرن علماء مفسرين تكاملة سيد فعلبي إيه واحد إيه زمخشري إيه البيضاوي إيه قواس الشيخ الشيخ إياه طيب قرانك فضائل عامة يا فضائل خاصة أنت بواليه هاي صورة قارها قرانك فضائل وكش حديثة الشيخات الشيخات ويجرتها أيضا ويجرتها أيضا كسية كميديهين لكن من أول صورة إلى آخر الصورة أو حديث لو دجي الله سمي ما جرت موضوع ويا وحكي جرى ملا نعم النوع الثاني والعشرون نوع الله بي اللواتان يلابات المغلوب المغلوب على دها وحديث موضوع ضعيفة بانك كجر راية مردودة ديت هو مغلوب نحو حديث مشهور حديث مشهور حديث كان مشهور نحو حديث مشهور حديث نوكروي حديث كان مشهور عن كوا ولا عن بحي الله يقان عن سالم سالم حقيس جعل إلا يرى إلا يرى المقلوب عن نافع النافع من اللي وريي ليرغب فيه ذلك إلا جعل زيادته يعني حديث كان مشهور كوا من رواية سالم عن أبي عبد الله بن عمرها
أو ماشي سالم للجريه نافع سيلو يرى هذا والله ماشي وعمر عصب أنت حديث وعم كنا قاني سالم عبد الله بن عمر لكن غرابة يا تعليسين وعصب وعصب ولا توي جعليهم ساس ترتيب بيقاركوت أي أويرين من باب الترغيب يا وعصبات كنتي واحد مع عصوكلا يقاركوت أشيعان أركوت أشيعان ومغلوب كيبو كميدي هاي وحاجة سنة كرقوبة قلبي ذا مطن غنا واه غلاو مقلوب مطن الاسر وجرا حديثي مسلم يسيا كسونا اي كوساب سرا في سبعه الذين في سبعه الذين يذلهم الله في ذله يوم لا ذل الا ذله حديث كاسغيت غرميسان وها ومسلم في سيده كسوروريي ورجل تصدق بصدقه نخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله يعني حديث مشهور كي البخاري مسلم بلفتكي كسوان خوها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه بيد احنا ما يدار يسوى عملية تابعين يسوى قرنة وقرنة يدرتت صداقة نخفاها مركب مسلم في صحيحي وحقصوا عن حتى لا تعلم يمينه من اكتباء وحين اوارين ما تنفق شمال بدع وحي بحنس تاو حالة قلب البطني مطني يولد بقديوي وقلب اهل بغداد غير بغداد بغداد وعاصمة دا عراق وياني ومركب مرة عاصمة دا مسلمين تو بمبا هنجرتو مسلمين تو بمبا الدولة دي اسلام كهيدا حلقي بن عباسية دا عاصمة بقوهيت بنو مجانا دمشق الواهد مركا قلب أهل بغداد ري بغداد وحي قديين على البخاري بخاري كوركي إذا كنت بقديين مئة حديث مقل حديث امتحانا لهذه الامتحان امتحانا امتحانا يندرتت فردها وسوء الحديث تاسي ساني دادي على وجوهها طرق دادي ودادة دي ممريي فأدعانوا وحي أقرين بفضل فضل يساو قرين وأقرلون أدعانوا إدعان وحي أقرلون ويأقبلين ويأقرين بفضل فضل يسي الإمام البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى ورضي الله عنه من كاس ويان قيمة بدن حافظ كها مركد ما يستوى مقلية وأرض خراسان ونيسابور أرض الحجاز وعمر مير وبمر مركد مرير بغداد وكيسي مركد مغرين وصاقلين يا الله وصاب بحي ولما دي وقنبا وصاب بحدي اللي يبلين كلام امتحان كقادنه مركد بقول حديث يا طبعاً طبعاً حديث الواقع بسرعة طبعاً نبى الواقع بيه طبعاً نكى طبعاً كي نبى أما نكى طبعاً حديث بلابي بيه أسانيد حديث تاسي سنة كذا سنة هين دوا لجري صار صعود حقل ذي بغار رحمه الله ودينه كي وراء كود لقيه سنة يمتني أنا سلهين لا أعرف بره ما قرنا أيه وهو صعدة كي هرا طبعاً كي سواد ما يست لا أعرف إلى كي كلا أصاب قود ما يست طبعاً كاذبة بقول كي حديث بآخرين مركا قارو حديث هذا كذا سنة يوم فيرنا أيه ninka waa gartay waa gartay waxaan sameeyayno waa xifdisan yahay kuwana waxay ma garanay markii dambe bilaabay oo kii horeeyay intuu ka bilaabay xadiidkiisa uu horeeyay xadiidkiisa labaad xadiidkiisa saddexaad ila 10kiisa xadiis oo murattab ah oo marka fadhiga ugu xifdiyeeyba tartiibka fadhiga ugu xifdi xasaabidan iyo xadiistan sida isku yihiin xifdiga ugu watay laakiin hadda qoladan daba gadiiskan cusub ay daba gadiyeen iyo khaladkii halkii ku xifdiyeey saxadii iyo sawaabkii uu u celiyay وهذا الذي بهر النص وحدتك اي ادي ادي تعجبين تاسي هب كسر الدرهب ان قفك حافظ يا سند كي مدري الانسان ياي او وقت بار وحد السماء وذي تاسو حوى وحما ولا ديكرا لكن حد انه بقول حديث او اسانيد دي كلا دوان تاهي طبان ننا اي كلا هستان طبان كاسي نينك او رأي ترتيب كي طبان كا يبا او السبب كسو عيرا دي او لغاية منو قرتين ايو سبر كي بكو عيري مرقا اوها حافظ بوها ويبك الدين تانيو شرعا لو الى الله الى كل ذي بركه من رحمه الله تعالى فرع فروع المسائل كتعلق بضعيف كما قال دونا وعذر اذا رايت حديثا هذا الحديث اردته باسناد سند ضعيف ضعيف وته فلك وحاكم ما ان تقول ان تراده هو ضعيف ضعيف ويان بهذا الاسناد سند كبير حديث ضعيف كياي بهذا الاسناد الا سند كبير قرات انه ضعيف هي ولا تقول هذه ضعيف المتن متنيا ضعيف ويابين لمجرد ضعف ذلك الاسناد سند كائن ضعيف يا دراد متن يروى ضعيف بين الا ان كمل لازمته ضعف الاسناد ضعف المتن كمل لازمته سند كان ضعيف هي متن وحد ذكر انه سند كان له هي طريق كرو صحيح له ذكرت مره بكمل لازمه مرك هذا السند ضعيف حديث وتعارضه هذا الحديث ضعيف بهذا السند ابو ضعيف بهذا الاسناد وعبيه كرتها لا متن هو ضعيف ما سبب ذكرت الا ان يقول انه جرى امام من امامه وامه الحديث كاملة إنه لم يروي نور من حديث من وجه صحيح لم يروى لنور من وجه طريق صحيح صحيح لنور إنه قف عالم الحديث يرى حديث طريق كلام ملك طريقنا سند كيسوى ضعيف مركز سند ومتن ضعيف ويان كاسقها
أو إنه حديث ضعيف من مسكين على حديث كما يقول بعض كوشة يمويني مفسر ما سبب وريب مفسر على غير معي ضعف وضعيف من ميز فسر عياه فإن أطلق حدو إسكي إطلاقه أو إسكي على وضعيف بدون تفسير ففيه كلام هذا الباكو جرايات إيمان دون قريب المردو جرحي هذول مفسر هين أو وضعيف تو يرون تفسيرين وحل لغي يري وركيز وكوسة ودوي هاي بكو يري طيب وإذا أردت رواية ضعيف وإذا أردت هذا دونته رواية ضعيف حديثك ضعيف كورنتيسة بغير إسناد سند لا أنا دوليسه ما تريجي ولا سوق عرته وقال الرسول اسكتر على ضاد مع ذو حديث ضعيفة فلا تقول حديث قال الرسول الله حديث صلى الله عليه وسلم نبي وحول كذا أساس وجه حديث هجزمين كل ذو حديث ضعيف هاي نبي اللي بجزميه قام هج أقوين من حديث نبي سير حديث وما أشبه يوحي شبهه أو سيرة صريحة إيه نبي الله كريرة عليه السلام مرفوع صريحا هو استعمال طيب وما أشبهه من سياق الجزم سياق ذا أما سياقينك جزم يجوين تكسع بسنين وركي نبي الله قوية إنه سياق جريا هاي استعمال قل بل قل حتى هذا هو يوحى لوري كذا أو بلغنا وحى نسوق لي كذا أو ورد وحى صار ورصاصة أو جاء وحى سليمت أو نقل وحى لسوم نقلي وما أشبهه يشبهه من سياق تمريضة سياق التمريضة كوري نيسا سياق الجزم كوري نيسد وحصلوا وتحشي يا إسكي العالم يا إبس نبي قال يا إبسنا صلى الله عليه وسلم سأوسو قال من كذب علي متعمدا وكذا ما تشك واحد شكي سنت أنا وصاص وكلا في صحتي صحتي سهاد الحديث غش شكي سنت أنا سوا وصاص وكلا سيرة تمريض كورين حال يري بعد إسا ويجوز وحابنا عند أهل الحديث أهل الحديث كأكتورة يا وغيرهم أهل الحديث غير كأكتورة التساهل المسكف ويسو في الأسانيد في ذكر الأسانيد أسانيد الشاهد يعني المسكة تساهرة في الغيسة والرواية التماسي والموضوع وهي عن موضوع يعني إلا وريو مال ضعيفة ضعيفة أيضا رواية تساهلين إن حديثة ضعيفة على المسكة وريو أسانيد مارة المسكة تساهلة مرة بسالة كده الحديث الرئيس لازم ما هيدا هنا والسكفة الغيسان قراء والعمل به إن ضعيف كل وعمل فرانا وي تساهلين من غير بيان ضعفه وهي ضعفه يسلع الدينين حق الله استعمالي في غير صفات الله تعالى إلهي صفاتك إذا وحي قصة أبسان وحانهين صفاتك إلهي وحان قصة أبسانين في غير صفات الله صفاتك إلهي وحانهين بالله استعمال بوله ضعيفك والأحكامية في غير الأحكام وهي أنا حكامهين كالحلال والحرام وحلال محرانة حديث صحيح محصرة مقبولة أما الله استعمالك لا إله لأبدك ومما لا تعلق له إذا وحان تعلق كله هنا كنت تعلق بالعقائد عقائد إيه والأحكام أحكامت ساس كله إمام نور رحمه الله تعالى marka marka asaga ana waxa weeyaan shuruud bay leedahay xadiidka daciifka waa lagu amal fali kara bi shuruud baa lagu amal fali kara shuruuda waxa kamida allah yakuur an yakuur dhaafu ghayr shadiid xadiidka dhaafu is weynun shadiid arag weynun ahayn dhaafu hadduu faaxsho qalb noqdo ama waxa hata ku saabsan xaga cadaalada ay noqoto kadaabki iyo mutaamil kadibki iyo faaxsho qalbki iyo kaasaga waxa weey la isticmaali maayo hata tarqiib wa tarib ركائن شديد هنا عفيس طيب طلبات حديثا ضعيف كوين وصوشي شريعة بيت كبيرة وزقلاية أصل معمول أصل معمول هو صوران أو قرآن كي صوران يجمع كل صوران وين وزقلاية نعم كذا دعانا وحوية وين اعتقادين كعمل فرق وكعمل فرايو إنه حديث كنا يكسبنا وين اعتقادين كذا دعاء فرق أيضا ترغيب وتريب الله استعمالك على ترغيب في فضائل أعمال كيو وحس الله استعمالي يلا الله استعمالها يا شروط بس مكة أيوة علماء قارئ الشرط دين أيام طيب النوع الثالث العشرون نوعي اللواء تبقى سدحات صفة من قفت المانتي بالو برايا تقبل الله أقبل الرواية والروايديس قوك الروايديس سي سنة كي سي الروايديس الله أقبل يوما يتعلق به من كاسي وحكو تعلقه ولا يرد إعدابه وفيه وحكو سغن نوعا مسائل بحكو سغن إحداها مسائل من الكوبات أجمع الجماهير جماهير العلماء وحيكون إجماعين من أئمة الحديث علماء حديثك والفقه علماء الفقه أنه شان يشترط إلا الشرطية يكون إجماعين فيه في الحديث أو في الراوي راوي وقفك ورمى حديثك أن يكون عدلا إنه عادل ضابطا حافظة يا شرطية أن يكون عدلا ضابطا لما رأس الراوي تصور مقنيس العدالة والضبط إنه عدالة لهي وضابط له يا حافظ وصدح أن عوقه بسنة يصدر دراسي أما محوة الله بنا هو وين حق صدرك يا حق محوة هي حق كتابك أن يكون عدلا بابضا
مركزو دينا عدل تيبو كوت الماما يا وقرما غف كلامي كرا وقف عادلة وكل بعين يكون مسلما وين مسلم ياي بارقا قانجارا عاقلا عقل له سليما كان بتجري من أسباب الفسق أسباب أوقف كفاسقة كبيرته يدروبته مع عاصب أسباب تيرا كبيرا كم بعد إن صغيرا بد دائما وخوارم المروءة هي خيار نما بوحي طاوعة دولية خوارم المروءة وحويان مروءة هو خيار نما أوقفك وحي طاوعة يا دولينا يا أيضنا الدنب يمع سيبا يرى هاننا لكن عرف قدتك يا عرضة وحدتك أي مارة تشعلين أما أنا الرمين أما بقى نكون كسو بنين أو إسكير عليان مركز وحش رأوا ده دي ده أما أمرتين أيسا جيرين قفك أن أمان تيسي وانا جيسي أن كربين أيسا تارو وينو إلى شضاو وحي مركا نسقامين أيو إسكير عليو إسكير عليو ويان مركا مسلم باشر ديا قال كباناشا كباحي كل دي فاسقي بل دي دي وإلا إن جاءكم فاسقون بنابين فتبينوا فاسق وركي ساقادين عدايس تليري قال كباكسي ورأيا بالغا وحابا حي بزكي صغير كها رواية ديسا صغر كأيارات ويخبو سووريو وحاويان وورين كرامر كوقان جارو وين هذا لكن صغير لقما قابا يوي معنو عاقل لما جنون كباب حي صريم من أسباب الفزقية وحابا حي فاسقي خوارم المرؤان وحابا حي قفك مارة المرؤان ديسي خيار ميسا إلالين وإن الأوربين كاسا يامكا صغر ما يشاسي كوب حي لا يقال ما هي نعم قصير مقراتيك الله إلاليا يا رواية الله إلاليا حيانا وكل تسيين وكل تسيين نعم مركز سند كان يا الرواد ده يا إلالين تيدا يا إن الله في يقفك وحلقك قادنا الشافعي رحمه الله وحوليها سعد بن إبراهيم بكسه ورنا يا لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثقات نعم يا كمان ورمي كراحة دين كيسا قفا ثقاهين مسلمنا في مقدمة سعيد بقول شيء ابن سيرين وكبيجة إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم علم هو دين يسند كد علم هو دين علم هو شريعة ربنا سديوي علم شريعة علم لازم يسند بروقاته ما هو إلا لقنا قاته وإن المصحف في نقطة أما الصحف في نقطة ولا دي ذي مركا دين تانا قفك تقعد نيسان يا أيضا مسكفيرية بيننا وبين القوم القوائم يا لشيء المبارك أن لولا الاستناد لقال من شاء الاستناد من الدين ورقى صدرنا عن إمام مسلم في مقدمة وكيكوزي أبو رجري رحمه الله تعالى متيقظا وإن يقض برا رقسان قف برا رقسان ومغفل عن عين قف قفلت إيا هلمان قبوان هنا أمارة كالجرانة ينسح لي سوابك ووحي ماركا ومغرب اسكاق على وإن عين ومتيقظ وإن يهي حافظا وإن يقض حفظي سم إن حدث أدو كور رمايو كور رمايو من حفظي هذو دتك حديثك ولا شيء يحفظ جيسا وين وحي وقلبه كحفظي مر الله ما كلا ربه هذا وين سيد هذا الشيء هذا ضابط وين يقف ضبطي وحفظي لكتاب كتاب كيس الضبطي وحفظي وين جاي إن حد ثمين وهذا كتاب كورنايو كتاب هذا كورنايو أنا كتاب كيس وين مر والبابا سيد ولا رقوق على كوسا قرتي كل مقابلة جاي وقصة حالي كتبت كلامك أصل كشيخي سي أما مقف مارة التوثيقية أصل كشيخة وقصة حالي وأنا محبا لقود دارين زيادة يا نقصي يا طبسي إيو وحبا وأنا لقود دارين وحبا لقود وحبا لقود ترترين عالم وإن يقف يقام بما وحي يحير المعنى معناها كلمة وحي اللي حينها هي إن روى به يدو معنى كورناي سيدها الضريقة وحلو وريا الحفظ بصدري والضبط بالكتاب والرواية بالمعنى والرواية بالمعنى إنه قفك حفظي كيسا كوريو وحفظنا وسيدة وحيو إيه إنه كتاب كيسا وكوي لعليو وحفظيو كتاب كيسا كوريو وحبان أولا كوب مارة نسخة من إيه إنه لفظي حديثك معنيه سي وحيو معناه أصلا وقرانا يوحى مارة الشبين كرا يوحى الليحين كرا ولفظي أصلاها حديثك معنيه سي وستبتئة إنه لفظك لكوريو رواية الحديث بالمعنى وعلماء المحديثين الجمهور طولا يقبانوي الثانية فرع اللبات تثبت العدالة عدالة ويسوناتها بتنسيس عالمين عليها لبع عالم علماء الحديث كاملة إلي يا إذنك عدلين ما نقرم عالمين تقصي في عالمك عدالة علمي بس كدرس تثبت العدالة عدالة ويسوناتها رون وعدلي وكل إليها بحيك السبنان وكلها تثبت العدالة بتنسيس عالمين لبع عالم علماء كاملة الحديثة إن تنسيسيان عديان عليها عدالة هل أفكوا عديان كوه كسوناتها
labada waxay ku sugnataa oo bil istifaawa faafitaan ha qofkan uu qof wanaagsan yahay ba arnado dhan ku faaftay dadku raqab baa iskula wada raacaan faman ishtuhirat qofkii la shuhreeyo la caan bixiyo cadaalad wa cadaaladiisa la caan bixiyo bayna ahli ilmi culimada dhexdoodana lagu caan bixiyo culimada ay wada qiraan washaaca sana ammaantiisuna ay faafta calayhi korkiisa biha culimada dhexdooda maaratay cadaaladiisa ay faafto kafaa fiha waa ku filan tahay in hebel gaara uu sheego shardi maaha kolod warkiisa wanaagiisa u faafay kamaalikin sida imaam maaliga oo kale imaamu daarul hijra wasufyaanayna labadii sufyaan sufyaan ibnu saciid athawri iyo sufyaan ibnu cuyaynata walawzaaci iyo awzaaci cabdiraxmaan bin camr alawzaaci imaamu shaam washaaficiy iyo shaaficiy iyo abu cabdillahi maxamed bin idriis wa axmed iyo axmed bin xambal axmed bin maxamed bin xambal waa ashbaahin wixii la mid ah mihaal buu ku siinayaa culimadaas oo kale hadda wax fiqanama ka raadi maysid ka raadin maysid kutubu taadiib taadiib iyo taadiib alkamaal iyo alkamaal muxuu ahaa cabdulqayb almaqdisi ka raadin maysid badi way fiqan yihiin iyo waxay culimada ka dhaheen allahuma inaad rabto siiradoodii iyo hadigoodii iyo dalligoodii iyo wanaagoodii iyo inaad qaarato oo aadeenna ku taafurto inaad raadinaysa mooyeene bal wax tawfiiqiyaan raadinaynaa iyo wixii baa arrintaasi uga baahna istifaadada iyo shuhrada ayaa ku filan وتوسّع ابن عبد البر ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد البر وحو توسعي أو واسعي مثلاً قف كان السبع وثقة كن قنكره قلوا ماذي وين التوثيقيان أما استفاد الله هلايت أسأل حولي ما يقف كان علمي لأو برتي أي أو في لأنه ثقية سأل علم ما سأل علم ما يغان ها كفلا أيو ليه مقع هو التوسع عليهم مقع قف كان سأل علم برتا ثقة ما يهي أدلي مياي نساء وعيبا أنت التوثيق أما مقدد عادلين وعلماء أما ما استفاضية شهرة يعيبا أنت أصبح حريها لا فقال وحوي لكل حامل علم قف كسو علم حمبارسا معروف العناية كدلال كيسان لقوية قانا به علم وكدلاله محمول أبدا ولا قابا ولي يسبا محمول وحافو محمول وحلو حمبارا أبدا ولي يسبا على العدالة عدالة لو حمباري حتى يتبين إلى كعدالة جرحه جرحي سي وحدة وعائلة لغيره كل هذا علمي يدين تحمبارا عناية كدلال يلوية قانو جرحي هدان لهيرين عدالة لو حمبارا يا بيري أركا أولي هاي السيود رحمه الله وافق في على ذلك ابن المواق ابن المواق بكوا وافق المتأخرين تكمل حديث كريد دريشدين يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله علمنا وها حمبارا هي خلف كستا وددكي علمها كو أبا كوا كعلماء علماء كدن بيساية قروا البا وخلف كو جمال كتبت عدوشة لإنت عدوشة هلوك السوية عدالة له أمبا علمنا الحمباري ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين كوا سبك دفاعية وكدفاعية تحريف الغالين كوا غلو إيا حمانتا إيا إسمايا تحريف كوري وانتحال المبطلين كوا مبطلين تدين تبارت يبورين آيا يدين تكو عيار آيا ونسبة شغشة وضيئة تأويل الجاهلين جاهلين تأويل كوري كئر علينا أيام عدوش أسي مركا وحولا يحمل هذا العلم من كل خرف عدولة عدوله با يا حمباريا وإنه حمباري بابا عدالة كانتين بكريه حديث كساسو مركا كفهمي ساسو كفهمي حديث كان عمر كمان واضعي فينا أيام على القول بالصحة إن يرى واصحينا بعض الروايات بسؤال ورمى يا ولي هاي من رواية ابن حاتم حديث كان محويا خبر كان بمعنى أمر با يا لصعطة والرواية جرت اللي يحمل هذا العلم علم لنها حمبارة عدوله كوا عدوشة الوكر سوية الدينة كوا دينة حمبارانة سيلو ذاتك يقارسيان ديانة وذي عدالة وذي الوكر صلانة ذاتك دينة قارسيانة يحمل حمبارة وخبر بمعنى أمر ساسو ياميليين وقوله الإمام مركب حولي ابن عبد البر هذا الكيساس وتوسعي إمام هو وتعقيبي وحول وقوله هذا غير مرضي وقوله ابن عبد البر هذا الكيساسي وليه حلم والعلم والحمبارة حتى لا تكون فيها غير مرضي من راض اللي غير كوي وحل غير راض الوقن عكرا ماها صح ماها صح ماها بل وحد عكر تقف كان إنه حديث حمبارة مع ضعفه هو ضعيف نمدي سعصوه ضعيفة طيب
الثالثة فرح سدحات يعرف وحال قرتها مبضوه عدالة وانسوه وانا وعلوه قرر ان علماء تعديليان اما وشيوع استفادة يفافتات لما اسع عدالة وانسوه قرتها مبضي حفظ يسر معلوه قرم وعلا يعرف وحاله قرتها مبضوه حفظ يسر بموافقة الثقات ثقات وافقد ووافقه له قرم ثقات المتقنين السنة يا حديث تورا غالبا سنت غالب كان يوافقه سيا غالب كان وكوافقه ولا تضر مبضي بيس غير غالب كان مخالفته انه ثقات خلافه النادرة خلاف او النادرة يعني ان مررك قار او خلافه تامرك وحال يقول ايسا زيادة الثقة ومحوها الرواية سنشار لديه محوها ابا زيادة الثقة مقبولة لكن انت غالب كوائر وافقة ثقات وين وافقة مركز وحال هبل وضبطي وضبطي بالله وحفظي بالله وإلا هذيك لو حلوح مبارا يا محوها فحش القرض يسي الحفظي وحبال عليه فإن كثرت هدي برطه فإن كثرت محابة ونايا مخالفة نيسي يا مخالفة وثقات خلافة يا دي برط اختل وحانسقام مبضو وحفظ جيسية مبضو جيسية هاسود على خلال القلاية ولم يحتج به لحجيسان معي الرابعة مسألة أفراد يقبلوا تعديله تعديلك ولا أقبلي وغفر أوي على تعديلية وعدل غير هذا وحلقا أقبلا يمين ولا أقبلا يمين غير ذكر سببه ويوان سببتي سل الشيء على الصحيح على قول الصحيح المشهور قولك صحيح المشهور كالعام بحيي وحاول تعديلك تفسير على مبارا وقفك دون هيل هبل وعدل دون قف قاه الجرح وتعديل هذا قف وعدل كل شيء أصلا صورت عدالة كل نقطة أنا شيء كفرا محيرة أسباب التعديل كثيرة أسباب توقفك لو تعديل يوم بانتها والله وحي خيرة أو وراءة أو طاعة أو عبادة أو وراءة طيب ما كلمة تريك روا حزقوا في عين وحزقوا في عين وحزقوا في عين أساس كل نقطة أساس كل نقطة لما تريك تعديل الأسباب تلا بربانتها مرجو حكفرا هبل وعدل نقدر هذا ولا يقبل ولا يقبل ما يسه الجرح الجرح إلا مبين إن مبين السبب سيبتي سإلا عدية مهينة إن سيبتي سإلا عدية مهينة جرحك هذا هو ضعيف باطري السبب شك بالله لأنه أصل كقفك براءة واي أصل كقفك وحويان أصل بريئة وهو واحد دنبي على هين أيو إماري إما كدنبي لو مش شاقه مدعي راسي وحلقان ربع بيني عدين نكيره بيني عدين ولذلك البينة على المدعي وحلقان ليه مدعي وليمن على خلاف الأصل بليمن وهي أصل كخلاف سناد وليمنه قف كان أصلا إما محبورا عابل هين باصلة هدو عابل شيء وينه فسر مركو عدية ها طلبات هل عيب أنا كوفي لها هدو هل عيب شيء وينه وحسن كواركي وأسباب الجرح يا كنتا وكوفي لانتاي وحفر بلان كيان لما بهايو مدى الله بادو حاب عبا إن أيدتك قار أي تساهلان في الجرح أو وحن جرح باهين وان راوان ضعيفين وحديث كيسا لقلنا عين انو قفك رسالة وارك انو حديث كيسا ضعيف كنا قضايا ومجروح كنا قضايا ايا ابو نعي كرتمكو حاليا عدايا عدايا بواح انو يهوح جرح يهوح كرعان كرواني سيدة هدى الامام الشعب بن الحجاج رحمه الله ايا وحالوير لما تركت حديث فلان هبا الحديث كيسا محضرتك تدقى ذو ويالير وقاسو حوي رأيت ويركض على بردو وحام ركبي رسالة وكاك الله يسين ايو اريا فرس كيسي بو اريا انت اسو ضعيف وغدقاي ما سبب ضعفنا ما سبب الجرحنا ما سبب تعيضها وإن تعي سبب الجرحنا سبب حرير الله حبيبك حفظي جيسي وضبطي جيسي عدالة دي يرمي وأما كتب الجرح كتب الجرح وتعديل كهرش كتب الجرح وتعديل كتب الرجال وكتب الجرح وتعديل إيو إلى الكئيو كتب فرع بدل الألفي الرجال شكشة كيسة أما خاصة ورد كتب قارة أما كتب عامة كوأغربتو طيب كتب تعيضها إلى الكشة كيسة هذا قوة الرجال كو كلا وكلا سلسلة استمتها كان تقريب كي محوها تقريب وتهذيب كي النووي يا تهذيب كي سوى كسوى قابية يا تهذيب وتهذيب كسوى قابية يا تهذيب كي لغسوى قابية تهذيب كمال تهذيب كمال كي لغسوى قابية يا كمال كي عبد المقر ساس اسكود الله وكتبت عيضا يا كتب الجرح كلا وفرع بضان وحي كقران وفلان وصيداس كقران مثلا سبب الجرح نعال الشيء وضعيف بقران وما كتب وحي الا قرأ الجرح جرحي وما كتب الجرح والتعديل وحي الا قرأ ما جراحين ما تعديل التي جرحي اصلا لا يذكر الا شيء فيها جرحي سبب الجرح الا شيء ففائدتها فائده يكون فائده وعوي التوقف الا استاغه في من جرحوه قفك اي جرحيين كتبته لك جرحيين ان قفك اصلا لا يستاغه او انا ناس كفيرينو عن قبول حديثي او عدم قبولي انا اسكر في السفير انه شكي بكبوري ليسا
مركب حيوب هانت هنا بارتان إيران سميسو فإن بحثنا هدام بام مع الحال يقف كاسجه علماء الجرح كتب تولى كجرا حين هدام بام أو انزاحت أي زوش عن الحق يزقفك الريبة الشكي يعني كقام لك الزوشو الله يرد روح قوة أكثر وتوفيقين يسيئ إنه الجرح جاس مفسر كا أو مفسر حين تعديل كلا الله يوم وحصلت الثقة كالسوري رأيها الله يرد به قفك الله قبل الله يرد قبلنا حديثه وحديثه سنقبلنا كجماعة في الصحيحين بهذه المثابة تذكره جماعة صحيحين غزوة بخاري ومسلم وقاب كاسا جرته أو كتب تلوه شيئا كدي من اللوه وايي أو بارتان كدي من اللوه وايين ونم وها قفك أسرع أو تساهلي أما تشدد ليبت الخامسة صورة الشنات أما نوع الشنات الصحيح سيلة صحيحة عند العلماء سيلة صحيحة أما قولك صحيحة صحيح القول الصحيح قولك صحيحة أن الجرح جرح يقفك لما وعي وحلي شغي يو التعديل تعديلين تلامانا يثبتان اللبضة ويحكسونا بان بواحد هل قفة هل قفة دويرا هبل ومجروح أما ويرا وافقة كفلا وكفلا انت قفك أسأل لك وين يهي قف أهل كي أهل هو وارنت عيال عددك مدناء وين يهي وكفلا انت وقيل وحالا يري لابد من اثنين قالوا حيبا موسيه شهادة وكراه لما قف وين يسكن راعان قفك العدالة ديسة إيو جرح جيسة أي قاركود من أهين وشهادة وقياس قاتل قياس كان وقياس مع الفارق وشهادة إيو الرواية دو ما هو اسكي ماذا لكن ما يكو قلتان وحاكمي ذا حق تعددك شهادة وحاوية لما قف باشر ديها مركا قاركود رجل ومراتان ومركا قاركود سندح بابا كيسا مروا حالا كيسا أفر قف بابا كيسا لكن رواية ده هالقفة عديفتي غريب كيب بابا كيسا يصحيح هذا هذا لو لقاته وحكا هالجر مركا قف بكرية دورة هبا وافقة كفرا وإذا اجتمع فيه جرح وتعديل هدي جرح إيه وتعديل أي كلمان هل قفة قولنا وحيدا هو ضعيف قولنا وحيدا هو ثقة ولوك لسوي فالجرح جرح إلى مقدمة الهر مرين أيها جرح إلى الهر مرين وقرمة إذا كان مفسرا راعي مركو إيه جرح من مفسرة من مفسرين وإن إيه تعديل هم الوافقة كورا وحجر ورباه هو ضعيف أو صربتاس أو ضعفية كان تأيا كوهي النابير وحق عدالة ديساء محق مبدي ديساء أيا كوهي النابير هذا مفسر يا هاي جرح المفسر كالقادر لأنه قفك الجرح اللي تفسيري عنده زيارة علم زيارة علمية وقفك قفك ونكا قوان كاكا لتعديرين يمكن كأولي هاي مكا زيارة وحويان ثقة مقبولة ومن حفظ حجة على ما الله محفظ بيدان وقيل وحال لا يري إن زاد المعدلون كوا واح تعديلنا يا هدي كزيارة كبريهين كوا واح ترجيحنا كوا واح تجريحنا قدم التعديل ولا أرمنا يا قول عرما كثران فيرنا يا أغلبية هدي انت وعدل وافق له اي كبتان كوا ما ضعيفين ايو كوا سان هربنا هنا كوا الاساسي يجرانا حاجة كثرانو وحبي حجيسا وحي اهتمامي وحبي لا يضعي واذا قال هدو يرادو راوي حديد كورنا يا وحيي حدثني ثقة قف ثقة ايو الرمي ايو يري او ما سمحوا واحد لميدا اصوى مجعيس الشيخين ثقة المسكين مجعيس هبل المنادين لم يكتف له كافتين ما هي به ارياسي تعديل كاسي في قديمة لو كنت تعديلي على الصحيح على القول الصحيح قولك صحيح ما رأي مون الشيء ومجهول أبو مبهم لكن على حكوية الأنبياء على صيغة التوثيق حدثنا ثقة أي سكير واستعمال الإمام مالك رحمه الله يقع شافعي واستعمالا عن ثقة ثقة على قولي هدوك كله مالك عن ثقة عن بكير بن عبد الله الأشج ثقة سوى ويلكي سي مخرمة مخرمة بن بكير هذوك بقى عن ثقة عن عمر بن الشعيب وحاويان قفك ثقة وعبد الله بن وهب وقيل زوري وهكذا أمثلة سر بحنايا وبحنايا مركا هذوك إلى هذا الثقة يوحي لم يده هو الملك عدين ملكا كو عدين أما قائلة ورودة شين هذا البرية لم يكتف به لوك أفتين على الصحيح على القول الصحيح قولك الصحيح لوك أفتين ما هي محال لوك أفتين سوت محيطه صوت عويان هبا هذا أتيس الثقة أقوى هذا لكن وحبيع كرتئين ضعيف يا عند الآخرين أو مركو سوى وثقة يرى هذا مرع الشاب اللي يرى مرع الشاب اللي يرى هذا أنا أقوها إن الزيارة موها جرح بموها إنا ومفسرة وعد بموها إنا إنا إدعا بارع كرت مركو إنو مرع الشاب وبناك صعبك ها ساز ويان وقيل وحال ليري وأيوه مكر راوي وما يس وبناك صادق بس يجرح يسيء لوكله قالوا ميزانك لو صاره وقيل وحال يري يكتفى
وألوك أفتمايا ألوك أفتمايا في قولي حدثني ثقة إدلاقا سي وثقي نسكي إدلاقا ألوك أفتمي محايا لقف كان حدثنا ثقة له وإمام وثقة سوى وركز ألوك أرسوية هي تعديلا وتجريحا كل هدوم كل شيء يقف كانوا مقعي زي شيء نون ثقية كفرا كان وزاو بيعي زي كل شيء هدوم بيعي زي كل شيء سمال قارتين وقيل وحال يري يكتفى وألوك أفتمايا ثقوة يا كريه فإن كان الهدوية القائل قفك كوها من ليه حدثني ثقي الهدوية عالما قف يقانا علمي علمي جرحي يوحي قرانا يا هدوية كفا ويكون فلانتهي في حق موافقه كوافقه في المذهب منهب كوافقه يا حقه إيسا إنه كرة عوارته ويكون فلانتهي عند بعض المحققين المحققين تأكتوبة محققين تقار كمية سيقبان أو بحي نيكا حدثني ثقة وإمام مذهب له أما مذهب كيسي هذا نسبة شيغته هذا مذهب كيسي فروع مسائشي سي أغواشي سي تسكيات كيسي أدقو حيزة قادم جرتي إنه ثقة يرينا وكوكافتا بكرتايا وحبي كرتا ثقة هدو يري حبيثك هو صحيح قفك على سبع ثقة أمويانه حبي كرتا إما مالك بس كيسي حدثني ثقة قفك مذهب كيسي استوى مكورا وقادم جري تقليدين وأكو قادم كلا شافعي كذلك هذا سكره قال محققين تكمل أسا يري بكره فإن كان القائل هدي عالما من يقان علم عالما كفى في حق من وكل فلانتاي في حق موافقه ككل وافقه في المذهب المذهب كيف يكون وافقه عند بعض المحققين المحققين تقال كرات سلع قبان سياس ويان وإذا روى العدل قفكي عدلها عادلكها هدو كوري عن من قف راوي سماه مقعيسة الشاوي مقعيسة ما كون شاوي هذا البكيري لكن هو عدل يوافق يحكم مرضر ما العيسى سيكون شيء ما أنت مبهم معها إذا روى العدل يقف عدل يلوك السوية هي إمام وعلى عالم يا وعور يي عم من بكور يا من كوا سماه وما العيسى الشيء لم يكن معها ما يشيد محوها ما العو شيء تعديل ما نقرس عدالين عند الأكثرين أنت بدن محدثين دكتورة تعديل معها وهو صحيح وأنا سيا صحيح وكله الإمام النووي رحمه الله تعالى شيخنا البكوري وعدل يلوك السوية هي سادرت ما العيسى نو نو شيء وثقاكم نقن معي ثقاكم نقن معي لأنه حد عضا إنه قفك العدل يا ثقلا ومرك قار كوريو قف ضعيف وكوريو لسبب من الأسباب لسبب من الأسباب سبب هو ورين كره الإمام الشعبي عام من الشراحيل الشعبي أياه على وش إنه يري حدثنا الحارث حارث الأعور من جريتشري حدثنا الحارث وأشهد بالله أنه كذاب وكورنا يا حدثني حارث بن إلهنا وحرات أوراها وكل عربا يا إنه بيانانيه أزوله الإمام الحاكم أحمد بن حنبل بن حقس ورورنا يا صاحب كيس يحيى بن معين أبو زكريا أحمد بن حنبل بن أركي صاحب كيس يحيى بن معين بواركي وقرأ يا صحيفة المعمر عن أبان أبان كانوا عمين ضعيفة أولا يغانوي صحيفة إيا وكتب إيا وأصار وصي حديث اسمه أيقورنا يا مركا معمر عن أبان عن أنس أكاس غير رأي النبي عليه السلام نقاس أبانا مركا أحمد بن حمد با اكتشافي وصوي فيريي نقا يحيى بن معين أنا مر الله مركا قفوا قرآن سويحوا قرآن يبقوا كقرصان وقدموا قرصاني أحمد صحيب كي أبا بركا أركي ويري تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس صحيفة دي سيبوك جيسي كتاب جيسي موقرانا يسا وتعلم أنها موضوع إلا يتهي موضوع أنا ولبت أبان كاس وموضوعي ها هبا مركي دتك يكون دهان أنت تتكلم في آبان ثم تكتب حديثا محطوة هذه آبان وجرحي وضعيفين وموضوع وضبيه كتب دي سنة وابو سيساء وقرانا يساء مركز الله قلناه محطوة هذه يحيو وما حصلان يسو مركز يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله حقوة ده أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل صحيح كيوي أكتب هذه الصحيفة فأحفظها كلها وحيوية أكتب هذه الصحيفة وأنقري فأحفظها وحفظينها وكلها لما أمتد وحفظي كل كذا قبل بير وأعلم أنها موضوعين موضوع ترى وراءه محاضر قريسة أو حفظين قريسة حتى لا يجي إنسان فيجعل بدل آبان ثابتًا مد أنتم إنه مد مدلس أنتم ناقريه آبان مجلس ثابت وبحيه ويروي عن معمر عن ثابت ثابت مولاه الحمد لله ثابت ابنه يا ابن أسلم البراني وهذيك وقولنا وأرس بن مالك وقولت شعلاء إنه كان نجي آبان تي التحريف فيها ثابت ولا عناس بن مالك ده وركي صحيفة فوق الرد النبي ولا تيريه ترى عمرك يا أبو يا كبقى يا
فأقول له حامي هذا مرك وحارك وحديث كان حفظي وعن طريقي معمر عن ثابت ابن أسلم عن أنس بقول روري ما كان أركو وحان لي كذبت بين باشرت إنما هي عن معمر عن أبان لا عن ثابت ساسا الرابير مرك حالة لها مثلا من بابي عرفت الشر لا لأجل شري ولكن لأتقيه ساسا دهان شيء الشرطة وعن برمايا شر مجيب ميه وانا شر شر وعن برمايا إنا كبر سواء الرابير إنا كبر سواء الرابير هذا هو شرطة إيه حمانة إيه فتنة إيه وحي محوها كصعب سموضوعاتك إيه حتى محوها شبهاتك قالضة إيه آمن فهمين سيد هبا وشبهات إيه أبرين كرتا أو تكشف الشبهات وصابين كرتا سيد اسكي دفاعي سيد مارة الدين تابعو إلى عشان كرتا وإن شرطة نبرته سيد أبود بقديسه أخضار وضانا آب اسكي سوقته ساسوي معنا وقيل وعالي هو تعديل يعني رواية الراوي العدل عن شخص سماه لكن لم يعدل تذكره من عادلة أو كوري ما يقف وما يعيش الشيء من تعديل من شهيدة وما يعيش الشيء كوري تعديل هو يقاب بسايري محيّر هدو أغان لها بيبهان من كاسي قفك كوري ما يعيش الشيء هدو أغان لها واحد جرحها وعدين لها ومضنا ما خيابين لأنه ما قلنا قيامين ما قلنا إن تتكو أقريه هذا قال كودين لأنه أركا صلى وسوء يعني إن سيارك الله حفظيه قفك الحديث ضعيفك الحديث سيارك الله ورياه وعمل العالم قفك عالمك عمل كيسة وعمل فلك يكون بغن كيسة وفتياه سؤال ويديه فتوى يكبعيه على وفك حديث حديث وحوى فخصن حديث كاس الرواه ورياه وحوى فخصن ليس حكما معها حكم بصحة حديث كاس لو حكما يسعيريه ترى حويان قف عالمه وحكو عمل فلايه وحديث كان شيخ الباب كو عمل فري صحيح كن قن مايو حديث كان سبعة شيخ الباب انت سؤال لو يدي كجواري على وفق هذا الحديث حديث كان وحكاه الله كجواري جوابته كجواري كو دقم بكد تاهو سو درت ايدو هو صحيح كدغن كما دغنا كما دغنا طيب هاي علي وحد ذكرت انه حديث كله وحجيسنا يوم مد كان سبعة من باب الاستئناس اما متابعه او سو قاطا دقي كرتا أما احتياط إيو من باب قاركوت سيد أحمد بن حنبل إيو أردقيس أبو داود سليمان بن أشعث الجزائر الحديث الحديث الضعيف كها يكفي عن أكتام هذا من كلام الرجال حق هذا الكوبا قياس كإيو بدك هذا الكوبا فقه حديث الضعيف كما رفي يعني يكفي من الرجلين بك وعمل العالم عالم كعمل كيس إيو فتواه فتوى ديسة على وفق حديث حديث وحي وحوى فصنع فتوى ران يكو عمل فلان حديث كذا الرواه هو لي ليس ما فتوى راسي كوع الفقاسي حكما ما حكم الحكومة يو بصحة حديث سعيد منيس ولا مخالفته خلافك أو خلاف عالمك حديث كذا وفقه سنة قد حم بايعكما في صحة سعيد منيس ولا في رواتي روادي سنة قد حكما تم وحويان من عالمها أو خلافي حديث كل رقم كيزي يو خلافي شيخي بكل رقم ويدرتد لا ضعيف معي رواد حديثك ورمي سنة هذا الباقادة وحديثك ودرتك لو قد حين مهيو والله باوع مهيو ولا مخالفة وخلافة في حديثك وخلافين قد حين باوع يجرحك معها في صحة صحة الحديث إنه كل أغمير حديثك الصحيح هذا ذكرته ولا قد حين في رواتي حديثك رجل ورية يبدتك وريانا قد حين باوعك معها الإمام المالك رحمه الله وحو ورية حديثك صحيحة ومن حديثك هو نافع من عمر مبي عليه السلام الخيار البيعان بالخيار البيعان بالخيار حديث كاسا ورنايه ومع ذلك مقبه خيار المجلس خيار كاسا مقبه الامام مالك رحمه الله تعالى بقى حديث كاسا وكماها روادي زنبا وكماها نافعيه روادي وكوري والله اعلم بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على النبي